بتشتتني اليوم ده، احنا مش في حصه ترجمه. ها اتفضلي. لا والله العظيم ما سامعه حاجه. ايوه كده، اول ما يمشي الدكتور زواري تروح رافعين الكمامه، اول ما يمشي. اوكي حلو، حد عنده تعريف؟ طيب عشان الوقت يلا. المود ده يا جماعه ده فيلينج احنا حاسينه، وتبقى هو حلو ولا وحش خلاص، وده حاجه موجوده فينا طول الوقت. في اصحابكم كده في الدفعه بتاعتكم في ناس فرفوشه ولذيذه وكده، هو هيخش المدرج كده نبقى مسقطتين، وفي حد كده قاعد على جنب ومعروف ان ده ايه؟ مالناش دعوه بيه. تمام؟ فالصفات دي او الوصف ده دائم، يعني في الغالب انا مودي كده لطيف، في الغالب انا اتم ورخم مثلا. تمام؟ فده بنقول عليه المود لانه حاجه بيرسيستنت وموجوده في شخصيتك. بتختلف عن حاجه اسمها الافكت، الافكت هو ده اللي انت بتظهره. يعني انا ممكن اكون جايه لكم النهارده وانا كان عندي مشكله امبارح وطول الليل بعيط، تمام، لكن عشان انا ست محترمه والولاد ما لهمش ذنب وبتاع، فانا عماله ابتسم واهزر واعمل ده الافكت اللي انا بظهره لكم، حاجه مؤقته تبع السيتويشن اللي انا فيه. او لما بنروح عزم ممكن ساعات نبقى اصحاب قاعدين في شله بنشرب على كافيه وقاعدين نهيص وبتاع ونسمع حاجه نجري نروح، هل احنا اللي كنا عمالين نضحك ونهزر احنا اللي قاعدين في العزم؟ لا، الافكت بتاع العزم مختلف عشان احنا في سيتويشن يخلينا محتاجين نظهر مشاعر شويه فيها تعاطف مع الشخص. تمام؟ قصه الموت ليه بندرسه؟ لانه اي حاجه انت بتحسها بتاثر على تصرفاتك. يعني your emotional state affect your behavior. فانا لو مبسوطه هتعامل معاكم بلطف، لو انا مش مبسوطه هطلع روحكم. وده بتشوفوه كتير بقى في اللجان وفي الامتحانات وفي دكتور جميل كده متخانق مع مراته وحط امتحان زي الزفت، طب العيال ذنبهم ايه؟ هو متضايق، هو موده مش حلو. فالمود بيأفكت your behavior. عشان كده مهم نبقى متصالحين مع المود بتاعنا ونحاول نظبطه من وقت للتاني. كمان our mood affects ازاي احنا بنستقبل اللي حوالينا. يعني برضو لو انا مبسوطه ومزقططه هتعامل معاكم بلطف وهبقى مستقبلاكم بشكل كويس. لو انا متضايقه لو عملتوا اي حاجه بسيطه انا هنفعل او هستقبلكم انكم against me او بتعملوا حاجه تضايقني. تمام؟ وحاجه مهمه بقى بره الموضوع احب انكم تحطوها في دماغكم دايما يا جماعه، حاولوا تراقبوا انتوا بتفكروا ازاي. اي فكره في دماغنا بتدينا ايموشن معين. تمام؟ وبناء على هذا الايموشن انا ببتدي اعمل بيهيفير اللي هو سلوكي بقى في الحياه. فلما الاقي حد متعصب نحاول نشوف هو حاسس بايه؟ حاسس انه غضبان، انا لو غضبان هتعصب. برضو احيانا انا لو زعلانه حزينه هتعصب. فاشوف ايه الايموشن اللي ورا البيهيفير. وصلت للايموشن ابتدي اشوف ايه الفكره اللي وصلتني للايموشن ده. فاي هوب ان انتوا تعملوا التمرين ده مع نفسكم عشان تقدروا تعملوا توازن كده في علاقتكم بنفسكم وعلاقتكم بالناس اللي حواليكم، عشان ده مهم قوي. بعيد عن الامتحان بقى والحاجات دي، ده عشان حياتكم. قلنا الافكت هو الاكسترنال اللي ظاهر للناس، الناس ممكن تشوفني مبسوطه لكن اكشولي انا من جوه حزينه جدا. والكوانتيتي والرياكتيفيتي. هاو
للايموشن ده. هنشوف ده الايموشن الكواليتي اوف ايموشنز. العلماء قالوا الايموشنز بتاعتنا كتير قوي قوي. فعارفين في حد بيرسم او بيحب الالوان او المهم الالوان في الوان اساسيه، ومن الالوان الاساسيه دي بيبتدي ينبثق جميع الوان الكون، لان انت بتعمل بتحط من ده على ده نسب معينه فبتديك الوان جديده. The same قسموا المشاعر لبرايمري ايموشنز وسكندري ايموشنز. البرايمري ايموشنز هم اربع حاجات، السادنس والجويفولنس قريبه من الهابنس، بس الجويفول ادق شويه في الوصف ده. تمام، ده ضد ده برضو. الفكرة ان انا عندي احساس بالفير وفكرة ان انا انجري. تمام، توليف بقى ده مع ده او ده مع ده يدينا سكندري ايموشنز زي الديسكاست. حد قرفان ده معناه ايه؟ ازيك ما ده كان نشيط وكده بس اختفى فجأة. الديسكاست ان انا غضبان وفي نفس الوقت يعني حزين. لما حد بيبقى قرفان من حاجة بيبقى عنده احساس بانه حزين، ممكن حزين عشان تعرض للموقف ده او غضبان عشان مش عارف يهندله. Whatever. بس الكوكتيل ده بيدينا الديسكاست سنسيشن. سربرايزد ده حد انجري وفي نفس الوقت جويفل. دي تفصيصه او تقسيمه سربرايز. حد ادماير ده جويفل وفيرفول، والانتسيبيتنج برضه فيها الفير والسادنس. واللي يقدر يوصل لها بتبقى مريحه جدا، وزي ما يكون بتغسل روحه كده.
فهي حاجه بوستر لو نقدر نوصل لها، هي مش سهل الوصول ليها، بتحتاج تريننج وبتحتاج حاجات كتير. تمام؟ نيجي بقى للكوانتيتي بتاعت السادنس. لو حد زعلان برضه في جريدز للسادنس. اول حاجه ان انا ابقى ساد. احيانا بيبقى في سبب، حد توفى له حد فبيبقى زعلان، حد ما نجحش بيبقى زعلان، واوقات كتير اي سبب. واكيد كلنا مر علينا ايام كده نصحى الصبح لله كده من غير اي حاجه ومش زعلان، مش فارقين نفسنا. تمام؟ فهو ان انا بفقد احساسي بالويل بينج سواء بسبب او من غير سبب. الاجيتيتد ديبريشن ان انا مع السادنس ده ببتدي ابقى اجريسيف. الست اللي بتصرخ في ولادها طول النهار، الاب اللي مديره في الشغل يطلع روحه فيطلعه على مراته والولاد، ده اسمه اجيتيتد ديبريشن. الريتاردد ديبريشن العكس، وكتير منكم بيقعد في اوضته قافل النور وما بيكلمش حد ويقعد له يومين ثلاثه كده قافل على نفسه، ده اسمه ريتاردد ديبريشن. انه عنده لوس اوف ويل بي، مش حاسس انه كويس، وفي نفس الوقت مش قادر يكوميونيكيت مع الكوميونتي اللي حواليه. والصفه الاساسيه الايزوليشن، يعني من السيمبتومز الاساسيه في الديبريشن الايزوليشن، ان انا كنت بحب اخرج مع اصحابي بعد الظهر دلوقتي خلاص مش عايز، يكلموني وكل حاجه بس انا مش قادر انزل، مش قادر. طيب هاو الناس بتريأكت للايموشن؟ انا عندي ساد ايموشن، بعمل رياكشن للايموشن ده ازاي؟ او انت بتشوفني ازاي وانا فرحانه او انا زعلانه؟ في ثلاث حاجات او اربع حاجات. الناس المبسوطة أو اللي عندها إحساس بالويل بينج بيبان على ملامح وشها وعلى طريقة كلامها وفي البيهيفير بتاعها، وده نورمال كلنا عارفينه، فده النورمال رياكشن. كلمة بلانتد، بلانتد يعني أنا ما بديش ريسبونس. عارفين كلمة متنح؟ كلنا. أنا ما بديش ريسبونس، قلت حاجة كويسة حتى فيكم واحنا قاعدين دلوقتي، اقول حاجه تضحك، اقول حاجه تزعل، فهو بلانتد. الفلات ما بيديش رياكشن خالص. الفرق بين البلانتد والفلات، والفلات ان البلانتد يديك رياكشن، عارفين اللي بس يبتسم لك كده الموضوع يبسط قوي بس تلاقيه ابتسم كده، ده البلانتد بيديك ريسبونس قليله شويه عن اللي انت متوقعه، لكن الفلات ما بيديش ريسبونس خالص. كلمه بقى مهمه وساعات بنتساءل فيها في الشغل، كونجرونت وانكونجرونت. يعني ايه؟ يعني الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا، هنشرح يعني ايه سكيزوفرينيا او بالعربي اسمه انفصال. الناس دي مثلا يبقى بيحكي لك يوم وفاه مامته قد ايه الحدث ده مؤثر، ومعظمنا لو بنتكلم عن لوس اكيد بنبقى وهنعيط وحاجات كده. لا، هو ممكن يكون بيكلمك عن حدث فظيع في حياته وهو مبتسم. فده معناه ان الرياكشن بتاعه انكمبرنت للستيت اللي هو فيه. تمام؟ يعني المفروض ان احنا في حاله حزن فتلاقيه بيضحك، او بنحكي عن حاجه تبسط فتلاقيه بيعيط. تمام؟ وده معروف قوي في السكيزوفرينيا. الناس الهيلثي اللي هي بتبقى عندها احساس بان انا ام كنترولينج ماي فيلينجز، طول ما انا قادر اكنترول الفيلينجز بتاعتي واكنترول وابقى اكسبريسنج للاذر يبقى انا كده هيلثي. امتى يحصل الزيتو او امتى هدخل بقى في ديبرشن او هدخل في مانيا او هوس؟ ده معناه ان انا اي لوست ماي كنترول. مزاجي باثولوجيكالي عالي او باثولوجيكالي نازل بتاعتي. فلو عالي قوي دي حاله المانيا،
ولما نازل قوي دي حاله الدبرشن. هنتكلم عنهم حاجه حاجه. ناخد في الاول الدبرشن. اي سؤال في اللي فات؟ ممكن كده عشان مش بسمع في وقت الشغل. يس. يعني في جزء كبير من النور. كيف الشخص ممكن يعني كنترول الجينات فاكتور اللي هو المود ده؟ عشان انت قلت ان الشخص ممكن يكون في كنترول في كنترول اللي انا كنت بتكلم عليه اللي انا قلت لكم سلطات وبابا غنوجه ده المود النورمال. اللي احنا لسه هنقوله ده الابنورمال. فالشخص الدبرست لو هيز كوز اوف ديبرشن كان جينيتك لا هو مش هيبقى عارف يعمل كنترول لوحده، عشان كده بيكون محتاج ياخد دواء. تمام؟ لكن اللي انا بحكي فيه قبل ده علينا كلنا كده من قبل ما نبقى ديبرست. تمام؟ فلو انت لسه مش ديبرست تقدر تعمل كنترول. امتى بيبقى ديس اوردر يعني مرض ومحتاج تروح لدكتور ومحتاج تتعالج؟ لما تبقى لوزنج الكنترول. تمام؟ سوري احنا بنتكلم على المود عامة قبل ما ندخل في الديس اوردر. ما هو ده في المانيا الجريدز دي في دي الجريدز اللي بتورينا امتى عموما لما يزيد لدرجه ان انا شايف ان انا سوبيريور على الكون كله ده بقى المانيا. هو دخل في الديس اوردر خلاص. اعتبروا القصه زي ما يكون حاجه فيها جريدنج. المفروض ان احنا واحنا في النورمال نبقى ان بتوين. صحيح احنا مفيش حد ثابت على نقطه. انا ساعات انا متضايقه شويه، ساعات انا مبسوطه شويه. طول ما ده فرنج مش مأثر على ماي فانكشن يبقى انا في النورمال ريجن. لما بدخل على انه يبقى نازل قوي لدرجه ان انا ديبرست وقاعده في اوضتي وما بخرجش ومش كيرنج اباوت ماي هايجين يبقى ده ديبرشن. لما يبتدي يزيد قوي وابقى مزقططه وفرحانه وعماله برضه مش عارفه اروح الشغل من كتر ما انا مزقططه ومن كتر ما انا بتكلم كتير ومن كتر ما انا شايفه نفسي ما حصلتش بقينا كده في الميديا. تمام؟ اي سؤال تاني؟ طيب الدبرشن عشان بس احنا كتير قوي عمالين نقول انا ديبرست انا ديبرست اصل ده مكتئب اصل ده مش عارف ايه. هي الحياه تجيب الكآبة انا معاكم، بس لازم نفرق ما بين ان انا شويه ان لو مود او ان انا شخص بيشنت مريضه عندي مرض محتاجه علاج. في فرق بين المرض احنا في السايكاتري بنقول عليه ديس اوردر ما بنقولش عليه ديزيز. تمام؟ ففي فرق بين ان انا ابقى عندي ديس اوردر وان انا ابقى في التقلبات النورمال بتاعت المود. تمام؟ انا مهتمه انكم تعرفوا ده عشان ما تقعدوش تحطوا كليشيهات على نفسكم وتحسوا كده او على اصحابكم او على الناس اللي حواليكم. فعشان اشخص حد عنده ديبرشن دي السيمبتومز اللي لازم تبقى موجوده. تمام؟ المصيبة ان انا لما اقولها هتلاقوها موجودة كلها. ديبرست مود حاسس كده ان مزاجي مش حلو. حاسس ان انا تعبان وهمدان فتيج. دي مهمة قوي. ديكريز انترست. خلاص ما بقاش ليه نفس يعمل حاجة، مش مهتم يعمل حاجة. كان بيحب ايه؟ كان بيحب يلعب بيانو. بطل يلعب. كان بيحب يركب عجل. كان بيحب ينزل مع اصحابه ويروحوا اسكندريه يقعدوا طول الليل على البحر ويرجعوا الصبح. خلاص ما بقتش تفرق. تمام؟ فكان مهتم قوي بمذاكرته بعد الشر عليكم وكان عايز يعني يبقى حاجه وبتاع ففجاه ما بقاش فارق. مش مهتم يروح المحاضره، مش مهتم يقرا، مش مهتم يحل في الامتحان نفس النص مش فارق له. قبل كده كان لما بينقص درجه يعمل عليها فيلم. فده اسمه loss of interest. decrease concentration. كله دلوقتي بيقول انا مش قادر اركز، مش عارف اركز، انا بقيت بنسى. اكشوالي الناس كلها عندها فزاعه الالزهايمر.
لا طبعا ده من الستريس ده من الدبريشن تمام. موتور ريتارديشن كان بيصحى الصبح ينزل يمشي ويرجع يجيب طلبات لمامته بعد الشر عليه برده وينزل مع اصحابه ويشتري حاجات وطالعين رحله يطلع خلاص بقى حركته بطيئه والاكتيفيتي بتاعته بطيئه. ديكريس سيلف ستيم الشخص الديبرست المصيبه الاساسيه عنده انه شايف نفسه زي الزفت ما فيهوش حاجه عدله دي رؤيته عن نفسه فاحساسه بذاته فيري داون يعني انا لا ليا لازمه ولا نافع في حاجه ولا هنفع في حاجه يعني ودايما بيكون عنده رؤيه للمستقبل سوداويه مفيش حاجه مفيش فايده كلمه مفيش فايده دي حاجه كده بيقولها كتير قوي. عنده احساس الجلد فيلينج ده يعني حدث ولا حرج كل حاجه يعني مامته زعلانه يبقى اكيد زعلانه بسببي بابا زعق لمامته يبقى انا السبب اي حاجه هو السبب دايما وقاعد طول الوقت بالكرباج كده يجلد في نفسه ماشي. suicidal ideation كلمه ideation دي مش معناه انه راح ينتحر راح يموت نفسه راح يعمل حاجه لا انه في افكار الافكار معناها ايه مش معناها انه قاعد يفكر انه ازاي يموت نفسه مع ان ده بيحصل برضه بس حتى بدايه انه يبقى لو انا ماشي كده تخبطني عربيه واخلص طبعا دي بتيجي كتير قوي في دماغنا الايام دي تمام او يعني يا ريت نموت ونرتاح او يعيا ويجيله دور برد جامد يا رب تكون كورونا خلينا نخلص تمام فدي الافكار اللي بتبقى في دماغه مش شرط ان هو يبقى عايز يموت نفسه ويبقى عايز يا ريت الموت يجيله لوحده يعني هو يجيله مش هو لازم يسعى لما بتزيد السويسايدال ايديشن بيبقى بيفكر انه يسعى تمام. عجبتكم الموت قوي نعمل حفله سويسايدال جماعه. الابيتايت تشينج والسليب تشينج بنقول عليها فيجيتيف سيمبتومز يعني ايه؟ يعني يبتدي الحاجات الفسيولوجيكال بتاعته تتاثر نومه يتاثر يا ما ينامش يا ينام كتير على فكره وفي سنكم ده الاغلب انه بينام كتير تلاقي نفسك اتصلت كده 18 ساعه ورا بعض وامك عماله تصرخ بره هو انت ده نوع من انواع الدبرشن مش عايز يواجه الكراكيب اللي في حياته فبيهرب بالنوم او انسوميا انسوميا مش عارف ينام خالص تمام. الاكل يا يبتدي ما ياكلش ملوش نفس ياكل يا يبتدي طبعا زي كلنا كده وقت ما متضايقين نجري على الثلاجه الناس اللي في الثلاجه كله ناكل فيا اوفر ايتنج يا لوس ابيتايت تمام. دي السيمبتومز كلها مش شرط ان الدبريس يبقى عنده كل ده يا ولاد مش شرط ان الدبريس يبقى عنده كل ده لازم يبقى عنده عدد معين من السيمبتومز هنقولها علشان اشخصه انه في ديبريسيف ديزورد اوكي. مين بيقول ايه؟ اتفضل. كلهم موجودين العياده في الدور الثاني في المستشفى ونحاول نفسكم بدري وبيتعالج وبنبقى كويسين. طيب ايه درجات ديبرشن او الديبرسيف ايبيزود بنشخصها ازاي؟ المايند ايبيزود يبقى عنده حاجتين من الثلاث حاجات الاولانيه. ايه الثلاث حاجات الاولانيه؟ الديبرس مود والفاتيج والديكريز اوف انترست تمام. ويبقى معاه حاجتين من الحاجات اللي بعد رقم ثلاثة يبقى اتنين من هنا واتنين من هنا. المودريت اتنين من الثلاثة الأولانيين وثلاثة أو أكتر من اللي تحت. لو سيفير بيبقى عنده الثلاثة الأولانيين وخمسة من الباقي. في من
كتر السيفيريتي ساعات يبقى الدبريشن سيفير لدرجه ان الشخص يبتدي يحصل له سايكوتيك فيتشر. يعني ايه سايكوتيك فيتشر؟ يعني ما يبقاش عنده تواصل بالواقع، يعني يسمع اصوات مش موجوده، يشوف حاجات مش موجوده، هو بس اللي بيشوفها. تمام؟ وما بيبقاش الرياليتي تيستنج عنده مش مظبوط، ما بيبقاش متواصل مع الرياليتي. وده اللي بيقول عليه سايكوتيك ديبريشن. ديبريشن بالاساس، لكن من السيفيريتي ابتدى يدخل في اريا ثانيه خالص اسمها السايكوزيس. بليز حاولوا يعني انا اسفه، انا كنت اتمنى اديكم المحاضره بتاعت السايكاتري فور نون سايكاتريست، لان هي بتدينا شرح مبسط كده ايه السايكوزيس، ايه يعني المود ديس اوردر والتقسيمه، والسايكاتري دي ايه وبنعمل فيها ايه ولازمتها ايه والكلام ده. فودي بليز بصوا عليها عشان تفرق معايا. دي موجوده في الاي ليرنينج للناس اللي جم متاخرين. ساعات السيمبتومز اللي احنا قلناها دي يبقى ليها دايورنال فاريشن. يعني ايه دايورنال فاريشن؟ تبقى بالنهار اكتر من بالليل، او بالليل اكتر من بالنهار. فهي في الغالب بتبقى بالنهار اكتر من بالليل، وبنقول عليها ميلانكوليك فيتشر. يعني ايه ميلانكوليك فيتشر؟ يعني الشخص السيمبتومز بتاعته متاثره بالدايورنال فاريشن. الناس اللي عندها اكتئاب دايما تقول لك انا مش ببقى، انا ببتدي فوق كده وابقى كويس بعد ما، يعني معظمكم كده اكيد تبتدي حياتهم كده بالليل. بالنهار ده بيكرهوه. ليه بيكرهوه؟ ليه ديبرست بيكره النهار؟ 10 دقايق اوكي. في جزء من الستريس غالبا بسبب انه في كوميونيكيشن مع الناس، وغالبا كل الحاجات بالنهار. ايه تاني؟ سوري مين بيقول؟ ما بتقولش حاجه؟ مالها؟ يعني انتي بتتكلمي على ايه؟ على الكورتيزون. طيب احنا مالنا غير الكورتيزون؟ احنا بنتكلم على السيريتونين. هنقول دلوقتي حته تركيه كده، هو النهار ده ايه؟ النهار ده بدايه، يعني ببتدي يوم جديد. ده واحد يا ريت اموت، فمعنى ان احنا جه الصبح يعني اف في يوم تاني وهنبتدي من جديد. بالليل بالنسبه له اف حلو جاي في يوم خلص، عشان كده بيبتدي يتحسن شويه بالليل. بالنهار بالنسبه له لود كبير، هبتدي لسه يوم. هو اصلا نفسه بيبقى امله انه لما ينام ما يصحاش. يعني اول ما بيفتح عينيه ولسه في السرير، الناس اللي سيفيرلي ديبرست بيبقى منتهى الكآبه بتبقى الصبح، لانه اتصدم صدمه عمره انه لقى نفسه حي. هو بيبقى متمني انه ينام ما يصحاش. فرفقا بالناس الديبرست بليز. Sometimes symptoms بتبقى زياده في الشتاء. كلنا بنسمع ان احنا بندخل الشتاء بنكتئب، وفي ناس مش عارف ايه، واحنا اصلا بنبقى مقرفين. الصيف ده يعني حاجه لذيذه كده، الشتاء حاجه كئيبه. ده بيقول عليه seasonal pattern او seasonal mood disorder. طيب ساعات الابيزود تبقى موجوده لاوقات طويله، ف المفترض ان الدبريشن او المانيا يجي في ابيزود. يعني ايه ابيزود؟ يعني نوبه كده تقعد لها اسبوع اسبوعين وتتحسن مع العلاج طبعا. احيانا في حاجه بنقول عليها كرونيك ديبريشن، ان الابيزود دي مطوله ممكن يقعد سنه كده حتى وانت متعود. او المانيك ابيزود دي بدل ما بتقعد اسبوع وتمشي، لا بتبقى شهر شهرين، بالذات في وقت تغيير الفصول. فده بنقول انه الديبريسيف ابيزود عماله تتكرر. او في حاجه اسمها ديس
الثانيه انه السيمتومز تبقى موجوده لاكثر من سنتين. واحنا بنقول دايما الامهات المصريات او الستات المصريات الاصيلات دول اللي حالتهم يعني الناس اللي ظروفها صعبه وحياه وظروف المعيشه بتاعتهم صعبه طول الوقت في ستريسورز تلاقوهم دايما كده في حاله ديبرشن. لا هي الديبرشن الفظيعه قوي اللي بيجري بيهم على المستشفى والدكتور ولا هي الحاله الحلوه فبنقول عليها ديس تايلك. طيب المود ديسور او الديبرشن النسبه دي طبعا قبل الكورونا والتفاصيل اللي احنا الحياه البسيطه اللي احنا عايشينها دي مشهور ان هي زادت كتير دلوقتي. فال 10% of population بيبقى عندهم ديبرشن بيبقى موجود اكتر في الستات. ليه؟ مش سامع. هرمونز حاجة كمان هما بيهتموا انهم يروحوا فستاتيستيكالي يبانوا اكتر يعني بالاضافة للدبريشن العادي بتاع الرجالة. حلو. يا سلام بطل هبتك اوفر رياكشن الستات اصلهم هوليين كده يعني ماشي يا شيخ ثواني بقى عشان الستات تعالوا شوف الراجل لما يجي له دور بخت بس ماشي تشكر بالظبط. هي قالت ان الست عندها ايشوز كتير تدخلها في ديبرشن في البوست بارتم والمنسز والحاجات دي. استاذه بتطرحي الاجابه قالت لك الليمبك سيستم. فعلا الميلز لوجيكال اكتر شويه من الفيميلز احيانا يعني ما تفرقوش قوي احيانا. الفيميلز ايموشنال اكتر وبالتالي بين فيهم الدبرشن اكتر. طبعا الريسبونسبيلتيز اللي على الستات اكتر بكتير. الرجاله في البلاله معظمهم الحق لا يعني قله قليله اللي هي شايله مسؤوليتها بجد في عصرنا يعني. ما تزعلوش يا اولاد انا مش ضدهم خالص انا مش طايقاكم بس لا هو الحقيقه بس عشان اوضح نفسي بس فكره بقى الستات والرجاله وده بره المحاضره يا جماعه. فكره الستات والرجاله والقصه دي ده ايشو يعني الصراحه في ميس اندرستاندينج كتير قوي. الراجل راجل والست ست لو هو بيقوم بدوره ولو هي بتقوم بدوره. المشكله حصلت لنا في الاجيال الجديده ليه؟ لانه كل حد تخلى عن دوره. الست كده راحت عاشت لي دور الراجل والراجل راح عاش لي قاعد لي على الكافيه. فكل واحد لما فقد تأدية دوره الدنيا اتلخبطت. لكن كل حد ليه دور مهم وكل حد فعال وكل حد بس اذا عمل ده بشكل صح يعني. تمام؟ واهالينا برضه نيلوا الدنيا الصراحه يعني الاهالي والتربيه هي اللي خلت اللخبطه اللي حصلت. اتفضلي. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه التربيه بوظت الدنيا. فكره الام اللي تقول لابنها او الاب اللي يقول لابنه ما تعيطش انت راجل فهو فكره انه اكسبرس هيز ايموشن دي حاجه كارثيه. وي ار هيومن بينج ولازم نتعامل مع الايموشن بتاعتنا ست زي راجل. بس احنا في حاجه اسمها الكالتشر هنقول الكلام ده ان الكالتشر بتاثر على تعاملنا مع نفسنا وعلى الاكسبتنس بتاعنا لمشاعرنا. تمام؟ البيك ايج بيبقى غالبا في اوائل الثيرتيز
بيبقى في الغالب في اللو سوشيال ايكونوميك كلاس. طبعا كل ما الستريس بتزيد ممكن تتعرض للدبريشن. ايه اسبابه بقى؟ في حد هنا بيتكلم على قلنا اسباب الجينيتك. انا كبني ادم ممكن ابقى جينيتيكالي بري ديسبوزد. كلمه ان انا عندي جينيتك بري ديسبوزيشن يعني ان انا في جين في الدي ان ايه بتاعي يخليني مستعد للدبريشن. لو ست دبريشن وخلفت ثلاث ولاد، الثلاثه هيكون عندهم الجين، عندهم الجين اذا افترضنا يعني. ليه واحد هيجيله دبريشن واثنين لا؟ مالتي فاكتوريال، ثانك يو. هو مش بس الجين، هو الجين بيديك الاستعداد وحسب بقى الظروف اللي اتحطيت فيها، حسب البيئه اللي ربتك، حسب اك اتعرضت لمرض خلاك الدبريشن يبان عندك وتفر بقى. ففي جزء يخصني انا الجينيتك بريدسبوزيشن، وحاجه ثانيه الميديكال كونديشن. انتوا كلكم هتتخصصوا يا ولد يا ولد يا ولد. احنا ما بنقولش مشاعر، احنا بنقول الجينز تنقل ديس اوردر. الدبريشن اتس ديس اوردر. الدبريشن بالظبط زي السكر، ديس اوردر. تمام. الميديكال كونديشن ان في ناس عندها جنرال ميديكال كونديشن، وكلكم هتتخصصوا بحاجات كتير، فبليز حطوا في بالكم ان الجنرال كونديشن اللي انتم بتعالجوها ممكن تكون مسببه ديبرشن. الكرونيك ايلنس زي المالجنسيز والاوتوميون والحاجات دي بتسبب ديبرشن. ميديكيشن ساعات انتوا دكاتره في تخصصات كتير تقدروا تكتبوا في ادويه كده، في احيانا ادويه من السايد افكتس بتاعتها انها بتدخل العيان في ديبرشن. تمام. الستات معظمهم الاورال كونتراسبتيف بيلز بتجيب يعني بتجيب لناس كتير ديبرشن صعب قوي. فانت كدكتور نساء او انت كدكتور نساء لازم تراقبوا الحته دي، تبقى عينكم عليها. طيب حاجه مهمه بقى اللي قلنا ده ليه جيله ديبرشن في الولاد في السابلينجز، ده الاثنين مامتهم على الدبرشن، ده ليه جيله وده ما يجيلوش. ده عنده مهارات بيستخدمها عشان تو اوفر كام ستريس وبيقدر تو اكسبريس هيم سيلف وحاجات كده، ده لا، فده يدخل في ديبرشن وده لا. فانا لو ما عنديش، عشان كده بقول بليز وانتوا في الحياه كده مش بس تركزوا على الدراسه وخلاص، ركز على ان انت بتبني نفسك، ان انت بتحسن مهاراتك، ان انت بتعلم نفسك ازاي تهندل الستريس، ازاي تاخد مهاره البروبلم سولفنج، ازاي ان انت تتعلم هاو تو سي نو، ان انت تتعلم ان انت تقدر تكسبريس يور سيلف. تمام. الحاجات دي تبدو لبعض الناس ان ايه الحياه دي، لا الحقيقه هي دي الحاجات اللي بتخلينا قادرين نواصل في الحياه، وخلينا نكون واقعيين. حياتكم اصعب من حياتنا، واحنا حياتنا اصعب من الجيل اللي قبلنا، وهكذا. فلازم تبقوا متسلحين كده وجاهزين العده في ان انتوا تواجهوا الستريسور الكتير قوي بتاعه المودرن لايف. فكره ان الشخص يبقى عنده تصور سلبي للماضي بتاعه، انا زفت وقطران ما عملتش حاجه في حياتي، وللفيوتشر مفيش فايده مش هقدر اعمل حاجه، وبالتالي وللناس اللي حواليه. دايما بيبقى الدبريست بيرسون عنده احساس ان هو لود على اللي حواليه وان هو معذبهم معاه، وعشان كده لما بيفكروا في الانتحار بيبقى جزء من تفكيرهم يخص انهم عايزين يريحوا الناس من العذاب اللي هم مسببين لهم، مامته، باباه، اخواته، صحابه، حبيبته مثلا. السوشيال فاكتور، لو انا ما عنديش سوشيال نتورك كويسه، لو انا ما عنديش علاقات، ما عنديش حد بتكلم معاه، ما عنديش حد، ما عنديش كمبني بقى، عشان كده يعني اهتموا باصحابكم، خرجوا كتير وتفسحوا وسقطتوا، مش مستاهله حاجه، دخلت على الفسح والسقطه. طيب بيولوجيكالي بقى، بيولوجيكالي احنا قلنا ان الدبريشن مرض زيه زي السكر، ففي بيولوجيكال تشينجز.
عجباني الشربة بتاعتك. في حاجة اسمها التيرامين سيل. التيرامين سيل دي بتقول لنا ايه السبب انه فلان يجيله ديبريشن وفلان لا. يا ولاد بطلوا دو 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 دي بتنرفز. السيروتونين وظيفته ايه؟ السيروتونين وظيفته انه بيدينا ايموشنز الحلوه. يعني لو السيروتونين موجود كويس يبقى انا هحس ان انا هحس بالويل بينج. تمام؟ هما ثلاث حاجات، ثلاث نيورو ترانسميترز مسؤوله عن الدبريشن، السيروتونين والنور ادرينالين والدوبامين. النور ادرينالين ده وظيفته ايه؟ هو اللي بيدينا الانرجي. تمام؟ عشان كده في الدبريشن لما بيقل النور ادرينالين بنحس ان احنا همدانين ومش قادرين. الدوبامين بقى وظيفته ايه؟ وظيفته بيدينا الموتيفيشن، هو اللي بيخلي لينا نفس، هو اللي بيخلي ليا نفس البس وانزل واجي اجيب المحاضره. لو انا الدوبامين عندي قليل مش هبقى طايقه وممكن اعتذر وممكن حاجات من هذا القبيل. ايه الكومبليكيشن اوف ديبريشن؟ ليه الديبريشن مهم ندرسه ونعالجه؟ ليه؟ عشان الكومبليكيشن بتاعته مش قوي. اول حاجه ايموشنال سفرنج، هو ربنا خلينا في الحياه دي مش عشان نتعذب الصراحه يعني. فكوني ابقى في سفر كده لا، لازم اشوف حل واطلع من السفرنج ده. بيقلل الفانكشن، كل الدنيا عايزه الناس تشتغل وتعمل نشاطات في الحياه وتنجز، فكره الانجاز. لو انا ديبرست مش هيبقى عندي اي نفس ان انا اعمل حاجه، وبالتالي ده هيأثر على الفانكشن بتاعتي. مشكله الدبريشن انه ممكن يدخلني في ديس اوردر تانية، ادخل في انكزايتي ديس اوردر. فعارفين كده رضا لما كان بيقول له انا حاسس ان الامراض بتاعتي بتزيد من ساعه ما جيت لحضرتك؟ هي الفكره دي، انه تبتدي بدبريشن بعد شويه تلاقي دخلت في حاجات تانية. اهمهم واخطرهم طبعا السويسايد، نسبه السويسايد عاليه في الناس الدبريشن. طيب نعالج الدبريشن ازاي؟ اتفضلي. عشان الدوبامين قل، وعشان مع اللونج الباركنسونيزم ده كرونيك إلنس، فهو مش هيجيله ديبرشن يعني في الاونست، لانه لسه ما لحقش يمر بقى بمصاعب الباركنسونيان والحاجات دي. ده شق. الشق الثاني الدوبامين القليل. طيب بنعالج الدبريشن ازاي؟ هل الناس الدبريشن بتدخلهم المستشفى؟ ده كان زمان زمان كلنا في المستشفى. لو عنده سويسايدال ثوتس حتى ايه؟ تاني حاجه هنا؟ انت تقول له بس في ودنه، لكن تقول كده لا. ها بتقول ايه؟ لو هو هاي ريسك، ايه الهاي ريسك؟ انه بيهارم نفسه او بيهارم الاذر. ساعات من الناس الاجيتيتد ديبريشن من كتر الديبريشن بيبقى اجريسيف لدرجه انه ممكن ياذي حد، فده بقى ريسك. او انه ابتدى في ناس بتوصل، عارفين الناس اللي بتشوفوهم تحت الكوبري دول وماشيين بهدوم مقطعه وبتبقى يعني ايديهم مش نظيفه وطبقات طبقات من درتنس على جسمهم وحافيين وماشيين على الاسفلت وهو سخن. الناس دي عارفينهم؟ مش كلهم سكيزوفرينيك على فكره. يعني مش كلهم فاقدين هويتهم واتصالهم بالواقع. في منهم عندهم سيفير ديبرشن. الديبرشن بيوصل لدرجه انه بينجلكت الهايجين بتاعه. ممكن يقعد 3 ايام ما ياكلش، 4 ايام ما ياكلش، النوم بتاعه ما بقاش فارق. ففكره النجلكت دي ان ممكن يجيله حاجه، يجيله برد، يجيله حاجه ما يتعالجش، يجيله مغص ما يبقاش فارق له، وهكذا. ففكره انه ده ليه ريسك، لانه النجلكت بيدخله في انه ممكن يفقد حياته. طيب بنعمل ايه؟ في الغالب بنبقى عايزين نتابع الشخص ده لمده سنه عشان نتاكد انه مش هيدخل في ايزوب تاني.
تمام؟ بيبقى هدفنا ان احنا يبقى ريسبونسبل للميديكيشن ونمنع الريلابس انه يدخل في الابيزود. عشان اعالج حد لما يجي لكم سؤال في الامتحان كيس وبيقول لك مانجمنت، بليز لازم تكتبوا الترتيبه دي، تكتبوا الاول اي مرض في كل الامراض اللي هنشرحها ليتر اون، لازم تكتب الترتيبه دي. الشخص ده محتاج مستشفى ولا لا؟ الشخص ده هديله ميديكيشن ايه؟ الشخص ده هعمله سايكوثيرابي ايه؟ في السايكاتري بنعالج بحاجتين مهمين، ان انا بدي ميديكيشن وبعمل حاجه اسمها سايكوثيرابي. عارفين الشازلونج وان احنا نقعد نتكلم وكده، هو ده سايكوثيرابي. لا دي نيورو، هتاخدوها في النيورو. الشاكوش ده مش عندنا، ده عند بتوع نيورو. تمام؟ السايكوثيرابي في حاجه اسمها كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. فاكرين لما قلت لكم افكارك بتاثر على مشاعرك بتاثر على سلوكك، فبالتالي لما بتروح لسايكاتريست او سايكولوجيست عشان تعالج نفسك فانت محتاج ان انت تشتغل على افكارك وعلى مشاعرك وعلى سلوكك، عشان كده بنقول كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. السايكو دايناميك ثيرابي ده نوع من انواع الثيرابي بيتكلم على انا ايه اللي وصلني لكده؟ الفكره دي جت لي ليه؟ ايه السيتويشن اللي دخلني في الافكار النيجاتيف دي وبالتالي نيجاتيف ايموشنز وبالتالي باد بيهيفيرز. انتربيرسونال ده برانش من برانشات السايكوثيرابي مهتم بتواصلي مع الاخر. في واحد ديبرست بسبب انه ابوه شخص اجريسيف وطول الوقت بيشتمه وبيهزقه وهو دخل في ديبرشن. فانا لما اجي عنده مش بس هديله دواء، لا انا برضه محتاجه اناقش علاقته بابوه، تمام؟ او علاقته بمديره او علاقته بمراته وهكذا. الفارماكوثيرابي، الفارماكوثيرابي دي انواع الادويه اللي بنديها في الدبرشن، يا اما انتي ديبرسنت او ساعات لو قلنا ان الدبرشن بقى كوموربيد يعني معاه حاله من حالات السايكوزيس فبدخل انتي سايكوتيك. خلاص؟ ده ايه ده؟ ده الاي سي تي او جلسات الكهرباء. هتعرفوها ما لهاش علاقه بالمسخره اللي بتيجي في التلفزيون دي، تمام؟ بليز بي هابي يا شباب مهما كان. فيكوا نفس ولا ايه؟ نو ريسبونس؟ اعتبر ده موافقه يعني ولا ايه؟ اكمل ولا اروح؟ كملوا؟ مين عايز يخلص ومين مين عايز يخلص؟ نخلص يعني نمشي نروح. اه طبعا. ها مين عايز يكمل؟ طيب هي بس الفكره في ايه؟ ان انا مش فاهمه عليكم عشان دي اول مره. فاحنا المفروض ان احنا هناخد البايبولر ديسوردر او المانيا اللي هي عكس بقى الدبريشن، حاجه فرفشه يعني، بس ممكن نخليها للمره الجايه، بس تبقوا عارفين ان المره الجايه هنطول شويه. المره الجايه اقراي مع حسام، اقصد المره الجايه معايا، تمام؟ فتبقوا عارفين ان هنطول شويه، اوكي؟